عديم الادب يزعم انه الصحابه وما ادراك ما الصحابه. انت مرتد ايضا عن الاسلام، ده مرتد والاخر مرتد ايضا العصبجي. مع انه محمد مصطفى عنده مقطع يتكلم عن البرهانيه، يتكلم في تبرئه الذمه، قال البرهاني ابراهيم الدسوقي برهاني قال اللهم زيد في جسدي فزاد الله في جسدي، فقال اللهم زيد في جسدي. جايبين محمد مصطفى يتكلم وراه زي الصيوان زي في مولد ولا حلقه آية تعليم ربه، قال اللهم زد في جسدي في من بعد كم واحد قال له، فقال الله له ماذا تريد يا ابراهيم؟ قال حير ليك الله. تخيل يعني قال فقال له الله ماذا تريد يا ابراهيم؟ قال حير ليك الله. قال له انت بالضبط قاصد شنو؟ مش قال العبارة دي؟ أزي زول لو حاكموا بكلامه ده مش هو برضه ارتد؟ مش هو ارتد برضه؟ لكن احنا ما بنقول ليه ارتديت ولا بنكفر، ما تكفيرين ولا بنظلم، مش غضبنا عليك لأنك سبيت الصحابة وسأتها إنه نحن نظلمك، لأنه الله بيسألنا من أي لفظة. ما تفتكر الكلام ده ساي، والله الذي رفع السماء أنا من العشاء أمس والله صاحي للصبح ذي المقاطع دي عشان ما زيد كلام ولا انقص وراجعه واسويها من العشاء لما قال الله اكبر الصبح كذي. طق انت ما تظن انت تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسك؟ شنو تكفر وبغادي انت بتقول نفس العباره بلا شده دي واضحه بتاعتك شنو اداب، لكن انت بتاعتك دي قال حير ليك الله. هل نحن بنقول محمد مصطفى بقول الله بيحتار؟ ما بنقول كذي، لكن بيقول هو بيشرح في كلام شنو الصوفي وبيسخر من منه من الصوفية. طيب انت ما وقعت في نفس الشغلة؟ ما بزول كفرك يا اخي، توب الى الله سبحانه وتعالى. طيب بعدين دي من علامات اهل الشر، والله ومن علامات اهل البدع هذا التكفير، حقد وغل شديد. انا اديك الكلام ده في كتاب الدر المنثور عشان الناس يستفيد، دي ما مراجع من ناس قايلين شغله ساي. قال ابو القاسم ده في لم الدر المنثور من القول الماثور، ده تلميذ الفوزان ايوه اللي هو ابو فريحان جمال ابن فريحان الماء الحارثي، بعدين قراه الفوزان الصفحة 87. قال أبو القاسم إسماعيل الأصبهاني رحمه الله، قال أما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع، جماعة الناس تعرف علاماتهم وتعرف صفاتهم وتعرف صفات أهل السنة، تعرف أصول أهل السنة عشان تعرف الحق من الباطل تنتهج المنهج الصحيح. قال أما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين أو شيعا وأحزابا لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا بل يرتقون إلى التكفير، يبدع بعضهم بعضا بل يرتقون إلى التكفير، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف تنقضي أعمارهم ولما تتفق كلمتهم أو تتفق كلمتهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. طيب قالوا أهل البدع أخذوا الدين من المعقولات والآراء فأورثهم الافتراق والاختلاف، فأورثهم الافتراق والاختلاف، اصلوا درجة التكفير فيما بينهم فكيف بغيرهم فكيف بغيرهم. ده شنو؟ لا كده واسف صدق انه أبو بكر آداب كافر يعني كافر بالله، في كافر بيقول وحدوا الله وعظموا الله وإلى آخره، يا ناس ما تنادوا غير الله وما مو إلى آخره، ويبين الكلام ده يفصل فيه
يقول أنا ما قلت غير الله أكبر من الله، أو الله في حاجة أكبر يعني منه سبحانه وتعالى، أو كلمة بهذا المعنى. أي نعم، جزاك الله خير. والمسألة دي ذكرها برضو دي في مقطع، قال نحن ما بنحكم على الشخص بعينه، ما بنعينه بأنه كافر، ده ما شغلنا، ده شغل الحكومة، ده حكم الحكومة. مش قال كذي؟ قال نحن بنقول كفر، هسي البرع إذا بنقول ده كفر، لكن ما بنقول كافر. الحكومة هي اللي بتقيم عليك الحكم بتاع الكفر عينا كده. عشان كده نحن الآن نتكلم عن البرعي بنقول البرعي قال كده والكلام ده كفر. وفي فرق بين نقول لك الكلام ده كفر وبين البرعي شنو؟ كافر. ليه؟ لأنه عندنا إقامة الحكم التكفيري على التعيين ده إلا الحاكم. أما كافر هو تعيينا أنت ما فهمت وكفرته، يا أخي أنا قلت الكلام ده كفر أنت ما بتفهم. أما تكفير هو فلان ده كافر ده إلا أن تقول لك الحكومة كده، وقول لها حكومة الزول ده قال كده كده، إذا وافقتنا الحاكم يقول لك أنت كافر طبعا قال الزول ده، فلازم أنا بكون بعد كده برهان، لكن ما كفرته تشيل مسؤوليته. فلازم تفهم أنت الكلام بتاعنا، إذا ما فهمت الأشياء دي أنت بتتهمنا بالباطل، فده المنهج. أما التكفيريون الخوارج هم اللي بيكفروا الزول على التعيين وعلى التعميم، يقول لك ده كلهم كفار وده كافر وده كافر، ده منهج بتاع الخوارج. طبعا هو انت ما بتعرف اكثر منه، معليش ما يت، لكن كثير من الناس او انت وفلان ما بعرفوه اكثر منه. هم مصطفى ده طبعا زول هو بحاول يستخدم عقله في مواضع لكن بينكشف. شوف الزول ده ما قال انا ما قلت البرعي، ما قال شنو؟ ما قال نحن ما بنقول ما بنكفر البرعي. شوف ركز في كلامي ده كويس، ما قال نحن ما بنكفر البرعي، قال نحن ما بنقول البرعي كافر. فرق بين انه ما بتقول للناس البرعي كافر، وفرق بين انك ما شنو؟ ما بتكفره. هاي دي قالها في شنو؟ الملأ، لانه براه وكذب. سالته قلت له البرعي كيف؟ لك كافر ترابي، كافر كبير بيقولها كذا، البرعي كافر ترابي كافر كبير، قال في بيت اخينا احمد بن تيميه مره مشينا فطرنا سلميم، والبرعي كافر ما بيتنا انت ولا ما كافر؟ كافر. نحن دي مملاوزين منا، ليه كفرتوا ذا المعين وذاك ما كفرتوا؟ لانه البرعي فعل اشياء ونقض اشياء معلومه من الدين بشنو؟ بالضروره، اشياء معلومه من الدين بالضروره، غير الله بيخلق وغير الله والى اخره. طيب فيكفر آداب بالمحتمل، والحق فيه اوضح من الباطل. يصرح كافر مرتد، ما ضحكني قال لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، ان هذا الداعية كافر مرتد خارج عن الإسلام، ولا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين. الله يطول عمره، كان مات انا بجيب استاذنا ابوه ولا ندفنه في الفتيحاب شخصيا. يا معقول يا اخي؟ ده كلام باطل جدا، والله الذي لا اله غيره قال لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر شنو؟ المسلمين. تجاري للورثه. لا وقر ترز منه شنو؟ انا دار عارف ترز منه شنو ذاته. زول لا يا استاذ وماشي وجاي الله يتقبل منه. طيب قال بعد ذلك قال دي من صفات الخوارج، تكفير المعين من صفات شنو؟ الخوارج، انهم يكفرون شنو؟ المعين على الاطلاق، او يكفرون المعين. اما التكفيريون الخوارج هم اللي بيكفروا الزول على التعيين وعلى التعميم، يقول لك ده كلهم كفار وده كافر وده كافر، ده منهج بتاع الخوارج. ده انت طيب وكنت من صفات الخوارج تواقع فيها ليه؟ انت كفر زول معلوم كفر معلوم من الدين بالضروره، او زول اقيمت عليه شنو؟ الحجه. طيب